صادق مجلس النواب الإندونيسي على قانون عاصمة الدولة. أقر مجلس النواب الإندونيسي 3 قوانين لتقسيم إقليم بابوا. أجرى الرئيس جوكو ويدودو التعديل الوزاري في حكومته. جزين بأهم الأنباء ومعكم على الهواء مباشرة مذيعتكم أريني فترة من لاتين. صدق مجلس النواب الإندونيسي عن قانون عاصمة الدولة الثلاثاء الماضي بتأييد أغلبية ساحقة، ولم يعترض على القانون سوى كتلة حزب العدالة والوفاه الإسلامي. يقول رئيس اللجنة الخاصة بمشروع قانون عاصمة الدولة أحمد دولي كورنيا تنجون إن نقل العاصمة من جاكرتا إلى مقاطعة بناجم باسير أوتارا في إقليم كلمنتان الشرقية يأتي لدوافع تعتبرها الدولة ضرورية، من أهمها أن جاكرتا وهي مدينة ساحلية وأراضيها منخفضة معرضة للغرق بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر، وتقدر تكلفة نقلها بحدود 35 مليار دولار أمريكي. وأضاف أحمد دولي أن المرحلة الأولى من عملية النقل ستبدأ قبل سنة 2024 ميلادية، حيث سينقل مكتب رئيس الدولة ونائبه أولا، ثم تتبعه مكاتب المؤسسات الحكومية الاستراتيجية كوزارة الداخلية والخارجية ووزارة الدفاع مع 7000 موظف حكومي في المرحلة الأولى. أقر مجلس النواب الإندونيسي وبالتوافق مع الحكومة الإندونيسية 3 قوانين لتقسيم إقليم بابوا الموقع في أقصى شرق البلاد، وجعله 4 أقاليم وهي بابوا وبابوا الجنوبية والوسطى والجبلية، بعد أن كان أوسع أقاليم البلاد حيث تشكل مساحته البالغة 319,000 كم مربع، ما يعادل 17% من مساحة الأرخبيل الإندونيسي. وذلك فيما يتوقع أن يتم تقسيم إقليم مجاور هو بابوا الغربية خلال العامين القادمين كمرحلة ثانية، ليصبح 3 أقاليم أخرى هي بابوا الغربية والشمالية والجنوبية الغربية. ويشكل هذان الإقليمان معا نحو 25% إندونيسيا، وتحديدا 22% منها، وهما البوابة الشرقية لإندونيسيا باتجاه المحيط الهادي وبابوا نيوغيني الجديدة المجاورة. وبهذه المساحة والموقع الاستراتيجي والثروات يعدان من الأهمية بمكان لإندونيسيا اقتصاديا وسياسيا، وتدور فقرة تقسيمهما بحسب مجلس النواب منذ نحو 20 عاما، لكنها ظلت في إطار المداولات والمناقشات لعقدين بين مؤيد ورافض. أخذ الرئيس جوكو ويدودو يمينا دستوريا رسميا على وزيرين و3 نواب وزراء نتيجة للتعديل الوزاري في قصر الدولة، وذلك في جاكرتا يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 ميلادية. وأما أسماء الوزراء ونواب الوزراء الذين تم تنصيبهم فهم: الأول السيد ذوالكفل حسن وهو رئيس حزب الأمانة الوطنية وزيرا للتجارة، الثاني الفريق أول الجوي المتقاعد هادي تهيانتو القائد العام للجيش الوطني الإندونيسي السابق وزيرا لشؤون الأراضي والتخطيط المكاني، الثالث السيد جون ويمبي واتيفو نائب وزير الأعمال العامة السابق نائبا لوزير الداخلية، الرابع السيد أفريان شهنور الأمين العام لحزب القمر النجمة الإسلامي نائبا لوزير القوى العاملة، والخامس السيد رجا جولي أنتوني الأمين العام بمجلس الإرشاد لحزب التضامن الإندونيسي نائبا لوزير التخطيط الزراعي والمكاني. قال سكرتير مجلس الوزراء برامون ألوم في هذه المناسبة إن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس جوكو ويدودو قد مر بمناقشة طويلة ومدروسة، ليس ذلك فحسب، بل هناك حاجة إلى هذه الخطوة كشكل من أشكال الانتعاش في تحالف إندونيسيا المتقدمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.